بسم الله الرحمن علام الأسرار موحي دبيب النمل محصي عددها هو خالق الجنة وهو خالق النار هو رافع سبع وسبع هجدها آمنت به جلو على سر وجهار وعود من شين الحياة ونكدها ومن عقبها يا أصحابنا يا أهل الدار أزكى التحايا للجميع اعتمدها في دولة آل سعود وافينا الأشبار دارا على السنة تربى ولدها في دولة آل سعود وافينا الأشبار دارا على السنة تربى ولدها حنا لها برواحنا دون الأخطار تزهم ليا ضاقت وتلقى سعدها الديرة اللي نورها غير الأنوار مزيون تنتشر علينا بيدها الديرة اللي نورها غير الأنوار مزيون تنتشر علينا بيدها اللي نسايمها مثل ريح الأزهار واغلى حلال القوم باطن جلدها ما هي بتنسى لو بها صار ما صار صحيح وحده بس ما هي وحدها معها رجال ودونها حصن وسوار ورجالها هم عزها هم سندها معها رجال ودونها حصن وسوار ورجالها هم عزها هم سندها كانها على ما قيل مصنع للأحرار وأشبالهم وأشبالها تبشر بها وأبشال وأشبالها تبشر بهم في وعدها كانها على ما قيل مصنع للأحرار وأشبالها تبشر بهم في وعدها فيها تربينا على بذل الأعمار جد وتعاون لجل يزدان غدها مع العدل والصبر وابداع وافكار حتى الثقه بالنفس ما كان عمدها مع العدل والصبر وابداع وافكار حتى الثقه بالنفس ما كان عمدها تطوير ذات وهمه وعزم واصرار والحمل له قوم كبير جهدها عاشوا وعاشت دولة العز والكار ما فيه مثل وصوفها ما تجدها والحمد لله عز وأمان واستار والله يزيد بنعمتها من حمدها واختامها صلوا على راعي الغار محمد اللي جنة الله وردها سلامتكم اللهم صل وسلم.